تعالوا، عرفتوا ايه اللي حصل؟ ايه؟ بيقولوا ان مكتبة عم سالم اتسرقت امبارح بالليل. ياه، ومسكوا الحرامي؟ لا، بس شافوه وهو بيجري ومعاه الحاجات اللي سرقها ووسطيها الوان مية، وبيقولوا ان واحد من سننا اسمراني ورفيع ولابس صدري لبني فصدوقي كده يعني. انا شاكك في واحد اول حرف من اسمه حامد. معقول حامد يعمل كده؟ لا مستحيل طبعا، بلاش تظلمين. ومستحيل ليه بقى يا حلو؟ المكتبة اتسرقت في نفس اليوم اللي راح يشتري فيه علبة الألوان ولدها غالية. كلام حسونة صح. أني عن نفسي مليش كلام معاه تاني. أبويا جالي ما تكلمش الحرامية. بلاش تحكم عليه ظلم من غير ما تكون عارف ايه اللي حصل بالظبط. بكرة كل شيء حينكشف ويبان يا بكار. انت جايب معاك لوحة يا حامد؟ ايوة، لوحة جميلة وهتعجبكم. مش قلتلكو اني صح؟ امال ايه؟ داني حسونة. بصوا يا ولاد، بكار مستخدم الالوان ازاي في لوحته. شوفوا راسم فروع الشجرة جميلة ازاي، كلنا نسقف له. الله، جميلة جدا يا حامد. انت اللي رسمها ولا خليت حد كبير يرسمها لك؟ لا، انا اللي رسمتها ولونتها كمان. انت فنان يا حامد. شايفين؟ راسم بألوان مية اللي ما كانش معاه فلوس يشتريها. صدقتوني